السلام عليكم. احنا هنتكلم النهاردة عن ازاي نسجل رسائل الديزا ونستخدمها للرد على المكالمات في السنترال الباناسونيك ال NS500، ودي اسئلة اتكررت قريب الفترة الاخيرة كتير. باختصار بسرعة، رسائل الديزا هي 64 رسالة ممكن تسجيلهم واستخدامهم للرد على المكالمات في السنترالات الباناسونيك الـ IPPX وخصوصا الـ NS500 باعتبارها بيلت ان، في زي ما هي بيلت ان في الـ TDE سيريز 100 و200 و600. الـ OGM ممكن تستخدم للرد على المكالمات، ومنها يقدر المتصل يختار الديستنيشن اللي هو عايزه، يعني يقدر يختار خط داخلي يتصل بيه او يتصل بصفر الاوبريتور او يتصل بالبيجر ويعمل بيجينج، وممكن يعمل حاجات كتير جدا. لكن لو انا استخدمتها كاوتوميتد اتندنت، يعني احدد اتجاه محدد لكل ديجيت من كل الارقام الموجودة من 0 لـ 9، وده هنقوله طبعا في الرسالة عشان يبقى محدد. الصفر يودي فين، وواحد تودي فين، واثنين تودي فين، وهكذا لحد 9. كمان الديستنيشن المحدد في الصفر والتسعة بيستخدموا ك ديستنيشن إجباري للي مش هيتصل ويختار أي حاجة من الصفر للتسعة. يعني لو حد سمع رسالة ومطلبش أي حاجة، ما استخدمش اي ديجيت من الزيرو للتسعة، اوتوماتيك الديستنيشن متبرمج في زيرو وتسعة، هيبقى هو الديستنيشن اللي هو هيروح له في الحالة دي. المضمون بتاع كل رسالة ممكن يترجم جوه الرسالة، كل رسالة، يعني أنا في الرسالة الأولانية بقول صفر للأوبريتور وللمبيعات 1 وللدعم الفني 2. ده لو سجلناه جوه الرسالة الأولانية اللي هي تاخد رقم 501 باي ديفولت، لو رحت عندها هلاقي إن أنا عندي ممكن عند الصفر أدخل input اللي هو 101، يبقى كده لو طلب صفر بعد ما يسمع رسالة يروح على 101، ولو طلب واحد هيروح على 502 اللي هو رقم الرسالة التانية اللي هتبقى بتقابل اللي يتصل وهو عايز المبيعات، وهكذا. انا ممكن جوه كل رسالة احدد اللي بيسمع الرسالة دي اي طلب يطلبه هيروح بيه فين. ازاي نسجل الـ OGM؟ الـ OGM بتسجل من العدة اللي واخدة صفات المنجر او المانجر اكستنشن، رفع السماعة وبعدين نجمة 361 وبعدين رقم الرسالة. احنا عندنا 64 رسالة من 501 ل 564. بعد ما بعمل نجمة 361 بحط رقم الرسالة، بسمع بروجريس تون لفترة معينة ممكن التحكم فيها. بعد ما بينتهي التون بقدر ابتدي انطق الرسالة من خلال المايك بتاع السماعة، وبعد ما بخلص الرسالة بدوس ستور بتبتدي يتعمل لها بلاي باك اوتوماتيكلي. الزمن اللي هو البروكريستون اللي بسمعه قبل ما بسجل الرسالة ده بروجرامبل. لو حسينا ان هو طويل شوية لان الديفولت هو 8 ثواني، انا ممكن انزله من ثانية لستين ثانية، ده يمكن التحكم فيه. ممكن اسجل الرسالة بتاعتي عن طريق الاكسترنال ميوزك سورس متوصل على السنترال، وفي الحالة دي بستخدم نجمة 363، وبعدين بختار البورت اللي عليها الجهاز اللي انا هستخدم الرسائل من خلاله عشان اسجلها ك outgoing message او OGM، وبعدين هشوف انا هحط اللي انا هسجل اي رسالة، فهسمع اللي بيتذاع على الجهاز في الحالة دي، وبعدين هدوس كونفرنس هتبتدي الرسالة تتسجل، وبعدين لما تخلص هدوس ستور.
هيتعمل لها بلاي باك اوتوماتيك. لو حبيت الغي اي رسالة فانا هعمل ارفع السماعة واعمل نجمة 360 ورقم الرسالة، هتبتدي الرسالة تتلغي. وطبعا بنفكر حضراتكم التسجيل فوق الرسالة بيلغي الاتي، يعني لو جيت اسجل نجمة 361501 عشان اسجل الرسالة الاولى وكان في رسالة موجودة مسبقا، فالرسالة اللي انا بسجلها دلوقتي هتلغي القديمة. لو ممكن كمان اي فايل موجود عندي على البي سي، يعني لو انا مسجل فايل في استوديو او عليه اعلانات او كذا وعايز استخدمه كرسالة ترحيبية او رسالة في حالة انتظار او كذا، فانا ممكن ارفعه من على البي سي للسنترال. لما اكون على الويب مينتنس كونسول روح على المينتنس واختار يوتيليتي، ومنها هختار فايل. بعد ما اختار الفايل هيبتدي الاقي في رقم 5 ان بيديني امكانية ان انا ارفع فايل من البي سي او اوديه على البي بي اكس. هضغط عليها هيقول لي اختار هتحطها رسالة رقم كام، ويسألني عن المكان بتاع الفايل اللي انا هرفعه. فانا هختار الرقم اللي انا عايزه الاول، وبعدين هشوف اجيب الفايل من المكان الموجود عليه على الكمبيوتر عندي. اختار الفايل اللي انا عايزه واعمل له اوبن، وبعدين اعمل اوكي يبتدي يحمل. انا اخترت هنا 60 كرسالة 60 للفايل ده اللي موجود عندي على البي سي. ابتديت ارفع من البي سي فايل موجود عندي متسجل بالويف فورمات، واخترت ان هو هيروح على رسالة رقم 60 اللي هي تبقى 560 في الحالة. المواصفات بتاعت الفايل اللي انا ارفعه من البي سي عشان يستخدم او جي ام لازم يكون بالويف فورمات، الماكسيمم كباسيتي او سايز بتاع 40 ميجا، وزمنه ما يقلش عن 40 4 دقايق. ومهم جدا اخد بالي من الفايل اسم الفايل ما يبقاش فيه كاركترز كتير، يبقى حاجة بسيطة ما يبقاش تسمي الاسم طويل شوية. ازاي بقى اعمل تليفون كمانجر اسجل منه رسائل الاو جي ام؟ خواص المانجر او المدير بتبقى في الكلاس اوف سيرفيس، لذلك احنا نلاحظ دايما بالديفولت لما نيجي نبص على الاكستنشن 101 هو الوحيد اللي واخد كلاس اوف سيرفيس 64، باقي الاكستنشنز كلها واخدة كلاس 1. ولو جينا بصينا على كلاس اوف سيرفيس 64 هنعرف، طبعا احنا لو بصينا على كلاس اوف سيرفيس في كلاس اوف سيرفيس سيتنج هنلاقي في المانجر كله معمول ديسيبل، مش مسموح له ان هو يبقى مانجر خالص، ولا مسموح له ان هو يعمل نجمة مربع بروجرام. لكن لو بصينا على كلاس اوف سيرفيس 64 بالتحديد اللي هي واخدها اكستنشن 101 باي ديفولت، هنلاقيه مسموح له البروجرامنج اللي هو نجمة مربع وبعدين 1 2 3 4 وهكذا. وكمان هو المانجر هو اللي بيقدر يسجل الاكستنشن الرسائل. فأنا لو حطيت أي اكستنشن تاني في كلاس اوف سيرفيس 64 هيقدر برضه هو كمان يسجل الرسائل. كمان أنا ممكن لأي كلاس اوف سيرفيس عندي حتى لو كانت كلاس 1 أفتح المانجر تبقى هي مانجر اكستنشن. يبقى دي خاصية تعتمد على الكلاس اوف سيرفيس وجاية في الأساس مفتوحة ل اكستنشن 101 عن طريق كلاس اوف سيرفيس 64. ازاي استخدم الرسائل اللي انا سجلتها دي عشان تستقبل المتصل من بره؟ لو رحنا على السي يو لاين كامينج كول في الدي اي ال تيبل والبورت سيتنج هلاقي ان انا عندي لكل خط من الخطوط بتاعتي في الداي واللانش بريك والنايت ممكن احط ديستنيشنز مختلفة او اماكن مختلفة. فانا لو حطيت هنا 501 معناها ان الخط الاولاني بالنهار هترد عليه الرسالة الاولانية، وفي اللانش هترد عليه رسالة 510، وفي البريك الاجازة هتبقى رسالة 520، وبالليل او في النايت شيفت هتبقى رسالة 530. ومن خط لخط انا ممكن اغير السيتنج واحط اي رسالة. انا عندي 64 رسالة لكن انا عندي تو شانل بيردوا على الرسائل بس لو ما عنديش كارت دي اس بي راكب على السنترال.
لكن لو حطيت كارت دي اس بي هيبقى عندي 64 عشان يردوا على الفيزا في وقت واحد. نكتب توضيح شوية في الـ GIL table ان انا ممكن احط destinations مختلفة، مجموعة رسائل ممكن ما تبقاش رسالة، ممكن تبقى اي حاجة تانية. برضو جوه كل رسالة انا بقدر احدد زيرو يعني يطلب ايه وواحد يطلب ايه. فانا لو جيت هنا حطيت مثلا 101 معناها ان المستمع للرسالة 501، لو طلب صفر هيروح على الرقم المحطوط هنا اللي هو 101 مثلا. لو حطيت هنا رقم 200 مثلا فمعناها ان اللي بيسمع رسالة 200 لو طلب زيرو هيطلب 200 وهكذا. انا ممكن جوه كل رسالة احدد اي ديجيت هيطلب يروح بالمتصل فين اجباري، فمن زيرو لحد 9 متحدد عندي موجود عندي لكل رسالة من 64 احط مكان يروح له المتصل لو استخدم الرقم ده. المتصل برسالة 52 انا هنا اقدر احدد له ديجيت 4 و5 و6. الصفحة اللي فاتت كان الارقام الاولانية وهي في البرنامج بتبقى كلها في صفحة واحدة طبعا، بس انا قسمتها على صفحتين عشان تبقى اوضح كتير. هنا برضو في لكل رسالة انا ممكن احدد ان لو المتصل سمع مشغول يروح على الرسالة رقم كام، تبقى هي جميع نقاط الرد مشغولة مثلا، او جميع عملائنا في بيردوا على مكالمات وسوف نقوم بالرد عليك حالا وكذا. برضو عند كل رسالة بما ان الرد اوتوماتيكي وممكن تجيني مكالمات فاكس او تجيني اتصالات من اجهزة فاكس في على خط انا محدد اني ترد عليه عن طريق الديزا، فلو اكتشف انها رسالة ديزا هيروح على الاكستنشن المحطوط هنا في الحتة دي، يبقى كده في اوتوماتيك ريسبشن للفاكس كولز. هنا اختصارا جمعنا مع بعض انه لما بيسمع رسالة انا بقول له صفر تروح للاوبريتور، وواحد المبيعات، واثنين التكنيكال سبورت، انا عايز صفر تروح ل101 والمبيعات تروح على رسالة تانية توضح له المبيعات الدول المختلفة، واثنين توديه على التكنيكال سبورت. والكلام ده هيتم في الرسالة الأولى اللي هي 501 أو 01. 501 يبقى لما يطلب زيرو لازم يروح على 101 اللي هي الأوبريتور، لما يطلب واحد لازم يروح على رسالة تانية اللي هي 502، لما يطلب اتنين يروح على تكنيكال سبورت أو الدعم الفني. لو هما في الحالة دي أنا حطيتهم مع بعض مجموعة تليفونات وحطيتهم في incoming call distribution group. نعم هنا حطيناها بشكل أوضح وأكبر شوية، إن أنا عند كل رسالة ممكن أحدد كل ديجيت بيوديني فين. كمان طبعا لما بكون بسمع بيزي ولا حاجة نجمة ممكن ترجعني للاختيار الأساسي، إن أنا أعيد اختياراتي، ممكن أرجع أعيد الاختيارات بنجمة من جديد. والاوتوماتيك فاكس ترانسفير بان انا عند كل رساله ممكن احدد مين الفاكس متوصل فين، وممكن يكون هو فاكس واحد لكل الرسائل ما فيهاش اي مشكله. لو انا ما عنديش فاكس واحد بس راكب على السنترال في اكستنشن معين يبقى دايما بحط الانتري دي هنا او بحط المعلومه دي هنا عشان عند كل الرسائل لو جاتني رساله فاكس اقدر استقبل رسائل الفاكس اوتوماتيك. التايمنج او السيتنج بتاعت الفيزا موجود في التايمر في السيستم، ودي دايما محدش بياخد باله منها، دي 5 ثواني فرق ما بين الجرس وما بين ما تفتح رسالة الفيزا عشان ترد على المتصل. انا ممكن اتحكم فيها واخليها صفر، معنى كده ان خط اول الجرس اول ما يجي تفتح رسالة الفيزا وترد بسرعة. البارامتر اللي بعدها اللي هو 1.8 ثانية دي هي فترة هتفضل الرسالة السيستم مش هيقبل اي دايلنج قبلها من المتصل بعد ما يسمع الرسالة، يعني لازم ما يبدأش الدايل الا بعد 1.8 ثانية. اي دايل قبل الفترة دي بعد ما يسمع الرسالة مش هيستجاب لي، لكن ممكن اخليها صفر لو انا عايز. نو دايل انترسبت تايم يعني لو واحد ما طلبش اي حاجة خالص
وقعد فترة 10 ثواني ما طلبش حاجة خالص، بعد ما يسمع الرسالة المكالمة تبتدي تتحول للانترسبت. برضو في الاوتوماتيك اتندنت ما بين الداير الاولاني والتاني عنده اختيار، يعني عنده فرصة ثانيتين ممكن نزودها ولا اصل ما احنا عاوزين. انترسبت تايمر بالنسبة للأربع أوقات بتوع اليوم، داي ولانش بريك ونايت، ده الزمن اللي بعده هيبتدي يعاد تحويل المكالمة لديستنيشن تاني. وأنا بتكلم بسرعة عن الحاجات دي لأن إحنا شرحناها قبل كده، والهدف هنا أساسا في الفيديو الصغير ده إن إحنا إزاي بسرعة نسجل الرسالة وإزاي نقدر نحدد أي رسالة تتصل، أي رسالة ترد على المتصل على أي خط من الخطوط تضيع الـ destinations يعني، وإزاي جوا كل رسالة أنا أحدد لو طلب صفر يروح فين، طلب واحد يروح فين، هي الـ automated attendant. الأزمنة دي إحنا شرحناها من شوية ولكن كتبناها برضو على أساس إن عايز يرجع لها أو يعرف مسألة بالتفصيل يقدر يعني. والليمت بتاع التايم يعني من كام لكام اقدر اتحكم فيها موجودة بالنسبة لكل بارامتر. هنا بالنسبة للخاصية دي ان انا لو مش عايز تليفون معين يستقبل مكالمات عن طريق الديزا، مش عايز حد يقدر يوصل للخط ده عن طريق الديزا، سواء كان الخط ده يعني مش مفيش اي لازمة ان حد يوصل له زي البوفيه مثلا او مخزن، او حد مهم زي المدير عشان محدش يزعجه، او كلاس معين من الناس، فدي بيتحكم فيها عن طريق الكلاس اوف سيرفيس. فمن هنا عن طريق كلاس اوف سيرفيس اقدر اتحكم مين يستقبل مكالمات مين ما يستقبلش مكالمات. باي ديفولت كل الناس كل كلاس اوف سيرفيس تقدر تستقبل مكالمات عن طريق الديزا، لكن انا ممكن اغيرها طبعا وقت ما انا عايز. فمعنى الاتصال الداخلي عن طريق الديزا او استقبال مكالمات عن طريق الديزا هي خاصية بيتم التحكم فيها عن طريق الكلاس اوف سيرفيس. هنا بالتحديد وفي الـ Trunk Group Setting بيبقى فيه تحكم عند نهاية المكالمة لـ CO Line to CO Line Connection، يعني لما حد بيتصل عن طريق الديزا وياخد خط خارجي ازاي يحصل Detection لانتهاء المكالمة، هل بالـ Silent ولا بالـ Continuous Detection ولا بالـ Cyclic Detection. دي كانت نهاية اللي احنا عايزين نتكلم عنه النهاردة بسرعة، عن الديزا ازاي نسجل رسائل الديزا وازاي نوظفها انها ترد على المتصل، ونشوفكم على خير ان شاء الله.